موجودة بإذن الله على أرضية الميدان. أتمنى بأن تكون تنطر سفرة مباراة بقيادة حكم المباراة والطاقم التحكيمي الأردني. بين خشبات الثلاث انطلاقة سريعة. مهدي حمدان يمر، مهدي حمدان يمر على اليمين إلى مرهون، عند الكرة مرهون، مرهون خطير، مرهون يمر، مرهون يعدي، مرهون يصوب، وركلة جزاء نعم واضحة واضحة وصريحة، لمسة يد موجودة، وركلة جزاء موجودة نعم كذلك موجودة بكل تأكيد، يشير عليها حكم المباراة صدام ياسين. انذار، انذار يشار في هذه اللحظات على لاعب رونا هولدر، لاعب خط المنتصف في المنتخب الانجليزي. إعادة تحت الإفادة، الإعادة تحت الأحكام، تشوف التصويبة وتشوف بعد ذلك لمسة يد باعتقادي موجودة، تشوف الإعادة أكثر ولكن باعتقادي نعم موجودة موجودة، وبالتالي نشوف عضنا يا مخرج، تشوف الكرة الماضية، تشوف لمسة يد، والله يعني باعتقادي موجودة، باعتقادي موجودة. الآن في أول ست دقائق ممكن يأتي الهدف الأول في هذه المباراة. مهدي حميدان يبدو بأنه هو الأقرب للتنفيذ. الكرة الآن في هذه اللحظات فرصة هدف أول قد يأتي لمصلحة منتخبنا. التقدم والتصويب، تألق من حارس، تألق من حارس المرمى جوربيت ساندو قائد المنتخب الهندي، يتألق في التصدي لكرة الماضية، تصويبة مهدي حمدان، ولكن بعد ذلك قائد المنتخب الهندي جوربريت ساندو يتصدى بالكرة الماضية بكل جهد. يا سلام يا مرهون، يا عيني يا محمد، على اليسار يحاول كرة خطيرة هذه، التمريرة وانتو جميلة، يا سلام الكرة خطيرة يا عيني، مرت عادت، لا 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 لا، كيف ضاعت، كيف ضاعت، وكأنما الكرة ترفض دخول الشباك. الكرة خطيرة وخطيرة جدا في اللعبة الماضية، وانتو بشكل عالي، تقدم وتصويب من محمد جاسم مرهون، العارض تعارض مرهون، وبعد ذلك الحظ يقف في وجه اللاعب مهدي حميدان. هذا نحذر منه، هنا كرة خطيرة، هنا كرة ما زالت مثيرة لمصلحة المنتخب الهندي، عظيم اخمط قد جزاء بالراس خطيرة، وبعد ذلك الكرة مرت، مرت، عدت، راحت، عدت، عدت رأسية إلى خارج أرضية الملعب، كم كانت خطيرة لمصلحة المنتخب الهندي. شوف العرضية الماضية دخلت قطعة الجزاء، وبعد ذلك رأسية مانجرسي على اليمين، البحث عن مرهون، كنترول رائع جدا بالسدر يا محمد يا جاسم مرهون، العرضية وصلت، الكرة خطيرة، دخلت قطعة الجزاء، التمريرة، فرصة جول، فرصة جول، فرصة جول، لا 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 لا، الأهداف ترفض بأن يتم تسجيلها في هذه المباراة، مش معقول، أكثر من فرصة، أكثر من فرصة جول محقق لمصلحة منتخبنا، ولكن رعونة هجومية الآن في هذه المباراة تحضر لكي تبعد أكثر. الكرة على اليسار، تمريرة رائعة من مرهون إلى مهدي حميدان، حميدان يطلق، حميدان عند المساحة، عند التمرير، الكرة على اليسار، العرضية عالية، تصويبة، يا سلام، أخيرا الكرة تهتز الشباك، أخيرا الكرة الآن تعلن عن تقدم بحريني، عرضية رائعة وتصويبة على طول وانتج في المرمى، سجلها الحردان، لعبة ولا أروع لمنتخبنا الوطني، عرضية عالية وتصويبة على الطاير على طول، أي كرة، أي لعبة، أي مرتدة، أي انطلاقة وأي تصويبة يا الحردان، رائع جدا الحردان، مميز جدا منتخبنا، أخيرا الكرة تهز الشباك، أخيرا الكرة تهز شباك المنتخب الهندي. هنا صورة على فرحة جماهيرية موجودة، تشوف العرضية الماضية وبعد ذلك التصويبة، يا سلام، بلمسة واحدة سجل الحردان، لمسة واحدة أعلن فيها الحردان عن فرحة كبيرة بحرينية، العرضية رائعة جدا كانت، ولكن بعد ذلك التصويبة كانت أروع. تشكيلة مغايرة بتبديل، ولكن هناك كرة خطيرة لمصلحة المنتخب الهندي الآن علىها في هذه اللحظات، العرضية عالية هوائية بالرأسية، الكرة مستمرة هندية، ولكن بعد ذلك الكرة عدت، مرت سلامات، عدت، مرت سلامات البديل في هذه اللحظات، روشان سينغ اللاعب الذي يدخل بديلا في هذه اللحظات لمصلحة المنتخب الهندي، تلعب الكرة الآن هندية قصيرة، التمريرة، انطلاقة روشان، العرضية من روشان، يسارية خطيرة بالراس، هدف التعادل، هدف التعادل لمصلحة المنتخب الهندي، يأتي في هذه اللحظات راهول شانكر، قلب الدفاع يسجل هدف التعادل الآن لمصلحة المنتخب الهندي، كرة وفرحة كبيرة جماهيرية في هذه اللحظات، هدف التعادل يأتي لمصلحة المنتخب الهندي.
الماضية، والعرضية الهندية التي كانت موجودة وبعد ذلك رأسية راهول شاكر التي أتت في الشباك. وحيد 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 كم متعة الجزاء. راهول شاكر تحرك وجد نفسه في مساحة خالية أمام حارس المرمى. كميل أسود ينطرف الكرة، كميل كميل يحاول الكرة أمامي الآن إلى مرهون محمد جاسم. مرهون عندك كرة، العرضية عالية هوائية خطيرة، مرت مرت، ضاعت الكرة الماضية. مش متوفق يا حميدان، مش متوفق يا مهدي. الكرة الماضية صعبة أن تضيع يا مهدي حميدان. شوف الكرة الماضية عرضية مثالية، ولكن بعد ذلك الكرة مرت عدت على مهدي حميدان، كان قريب جدا. هدف في نهاية شوط ثاني قد يعطيك مباراة وانتصار معنوي كبير، يكون على منتخب صعب بكل تأكيد له منتخب هنا. شوف هنا النرفزة موجودة، احتكاك قوي جدا، نعم موجود كان في اللعبة الماضية على كميل. ابتدى النرفزة موجودة، ولا بعد ذلك حكم مباراة يأمر بتهدئات الأمور. ما نتمنى بأن تشاهد مثل هذه اللحظات بكل تأكيد، هي في النهاية هي مباراة ودية. نعم مباراة ودية. بالتالي في اللعبات امين بن عدي رائع جدا، الكره على اليمين الان خطيره، انطلاقه بحرانيه مثيره عاليه خطيره، دخل منطقه الجزاء. الله الله الله، مهدي حميدان ينهي الامور، يسجل هدف الانتصار هذا الفنان مهدي حميدان. هدف ثاني ياتي لمصلحه منتخبنا الوطني. مهدي حميدان يتوج مجهوده الكبير جدا في هذه المباراه بهدف انهاء الامور، هدف رسم الفرحه. هدف الحام يا مهدي حميدان يسجل، يفرح سوسه، يفرح مهدي، يفرح الجميع. عرضيه والاروع من محمد جاسم، سوبر مرهون الى مهدي حميدان، وحميدان على طول في المرمى سجل انهاء الامور.